نعم بقية المشايخ بعد عبد العزيز بن باز الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله. هذا من شيوخ الاستفادة والسمع، لأنه أولا لما كنت في الجامعة كنت أذهب إلى دروسه في قسم العقيدة عندهم إيش في الدراسة العليا. نعم ما شاء الله. ولم أكن مطلوبا عنده ولم أكن منتظما عنده، هكذا أذهب أستمع إليه في دروسي في العقيدة، رأيت حتى عرفوني وتركوني أن تجد فرصة هكذا. نعم رأيت فاستفدت منه في ذلك كثيرا. وكذلك لما كان قد بدأ شرح الترمذي الجامع الصحيح للترمذي في المسجد النبوي، حضرت شرحه ما شرحه من الترمذي في المسجد النبوي. وقبل هذا عندما أتيت جديدا في المدينة وكانت عندي فتوايان لشيخنا بمالي في موضوع الإرسال أو القبض والسد في الصلاة. نعم. وهاتان الفتويان قلت للشيخ الأمين في ذلك لما أتيت عندي فتويان أود منك، وهاتان الفتويان للشيخ في مالي أود منك أن تأخذهما وتقرأهما وتبدي برأيك فيهما. فاعتذر الشيخ الأمين فتذهب إلى الشيخ محمد. فالشيخ حماد ذكرت له وقلت له أنا أتيت من مالي، فقال أنا أيضا من مالي. نعم من مالي. نعم كذا بسرعة. نعم فذكرت له حاجتي فقال أعطني الفتوى، أعطني الدفتر. فأخذ الدفتر وقال تعالي راجعني بعد كذا بعد كم يوم بعد أسبوع. على كل حال راجعته بعد ذلك، ثم لما جئت إليه ودخلت عليه عرفني فقال اجلس، وجلس فقال لي يا ابني احق الفتوى. لا اله الا الله. استغفر الله وغفر الله لشيخنا ولشيوخنا كلهم. لكن هذا من الغاية من ايش؟ من حماد على السنة. على السنة. نعم. وذلك فلما قال لي هذا سبحان الله قلت في نفسي هذا الشيخ احمق. لأني جديد. نعم. كذا تحرك الفتوى. تحرك الفتوى. لكن ما قاله هكذا اعتباطا. أيوة والله. لكن في ذلك الوقت ما فهمت فغضبت وقلت هذا ما أحمق. هو يحترق على السنة. فقط. نعم. فأخذ الفتوى بعد ذلك ورجع. وما قال لي شيئا بعد ذلك أيضا. نعم. ما جاوبه. أيوة. ما قال احرق. بس. فرجعت بالفتوى. نعم. والحمد لله. ثم أدركت سر قوله بعد 10 سنوات. ما شاء الله. شفت لأن هذه الفتوى كيف أردت السر؟ وجدت كتابين أو هذا أهدى إلي أحد الطلبة من مكة جزءا واحدا من كتاب اسمه المثنوني والبتار في نحر العنيد العثار الطاعن فيما صح من السنن والآثار لهذا الغماري. ما أدري محمد وكذا الغماري محمد الصديق الغماري. كان في الأزهر وحصل منه هذا. على كل حال هذا الكتاب بسببه انتبهت إلى صدق قول الشيخ حماد، لكن أسلوب الشيخ حماد كان حارا فقط. حرارة لا يناسب مثال المبتدئين. صحيح. باللطف كذا. هكذا. إذا فهو له هذا. أنا كل البيان هذا يطول الوقت عليه. كيف اطلعت في رسالتي أو في كتابي الغماري هذا على سر قول حماد؟ فوجدت أن الشيخ في مالي رحمه الله نقل من فتوى لأحد علماء الشنقيط الكبار كانوا هنا في عهد الأتراك كما يقال، اسمه محمد الخضر ابن مايابا الجكني الشنقيطي، كانوا هنا قديما. رأيته؟ نعم نعم. هو أفتى فتوى لما كان هنا. أيوة. بترجيح السد على القبض
في مذهب مالك. نعم. في مذهب مالك. نعم نعم. رأيته؟ نعم. وعلى كل الكلام يطول لأن هذا فالغماري هذا اطلع على هذه الرسالة وكان في الأزهر ذكروا له هذه الرسالة فرد على هذه الرسالة وسماها المثنوني والبتار. فلما قرأت هذه الرسالة للغماري وقفت على أن الشيخ مالي كان قد اطلع على رسالة الشنقيطي في ترجيح السبع وقبض. حتى أنا الأول الوقت أريكم فكنت أشير قلت سبحان هذا كلامه مثل كلام الشيخ في رسالته لكن يزيد هذا حماد الأنصاري وغير شيخنا أعطينا وبعده الشيخنا الشيخ عبد القادر شيبة الحمد. يا سلام. كنت جلست كثيرا في تفسيره بين الناس كذا أسمع. وغيره شيخنا وبعده الشيخ عطية محمد السعدي استمعت إلى شره كان يشرب الموطأ كان يشرب الموطأ فاستمعت إلى شره الموطأ حتى هو على كل يعني مسألة أخرى تتعلق بالموطأ كان لاشتغالي بشرح الموطأ أمرني بنقل شرح للموطأ مخطوط في الجزء الأول فقط من هذا الشرح الكبير وسماه الجامع المختار سماه المؤلف الجامع المختار بين المنطقة والتمهيد والاستذكار جزء أول فقط من أول الكتاب أو الطهارة إلى 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 باب التيمم الجزء الأول فقط موجود هنا فكان مما أمرني الشيخ عطية بنقله هذا الكتاب ونقلته له في 1000 صفحة بيدي هكذا المدة سبحان الله كنت أمشي لي في الحر الشرقي هناك هكذا رأيت فهو هذا من آثاره من آثاره ومما يذكر في هذا من باب الاستئناس والاستذكار أني بعدما انتهيت من نقل هذا الجزء الأول له لشرح الموطأ قلت له أعطني هذه النسخة التي كتبتها بيدي أصورها وأعطيك هذه النسخة الأصلية التي نقلتها بيدي فلم يروى استغفر الله والله هذه ما أريد أن أذكرها سبحان الله وبعدين ما عندك ما هي موجودة عندك شيخنا الآن؟ انت اصبر نعم فقال ما اعطي فقلت اذا هذه النسخه المخطوطه الاصليه التي انا نقلت منها لك اعطيني تلك النسخه المخطوطه فاعطاني ما شاء الله المخطوطه وصورتها ايضا ونقلتها مره ثانيه الحمد لله وكنت في الدوئمه وما نقلت مره ثانيه فوقفت على الكتاب وعرفته أكثر منه هو. لا إله إلا الله. لقد مرتين. نعم ما شاء الله. صحيح. رأيته. شبه حفظ. شبه حفظ. لما وجدت النورات من ترى التصوير موجود. ما شاء الله. رأيته. إن شاء الله نعم المراجعة الكتب إن شاء الله. وهذا من أخبار الشيخ. رحمه الله. الدنيا سبحان الله. أيام ثم تنقضي.